احنا واقفين الان في زياره ميدانيه في ولايه قالما على الاشكاليات اللي راهي مطروحه في قطاع السكن. نشوف انه يعني في المرحله الاخيره فيه ديناميكيه في بعض الاشكاليات اللي كانت مطروحه. وبالمناسبه شاكر للسلطات المحليه وعلى راسهم السيده الوالي اللي قامت بمجهود يعني pour trouver des solutions لمعظم المشاكل. نشوف انه فيه تاخر كبير فيما يخص لي فيابيليتي يعني لي في ار دي. راح ناخذ الملف هذا على عاتقنا باش نكون في الموعد ان شاء الله في الاشهر القادمه لكي ولايه قال ما تتحصل على توزيع سكن يكون لاباس به. يعني فيه اشكاليات خاصه فيما يخص الطرق والشبكات المختلفه. هذا هو يعني نقطه الضعف تاع القطاع في الولايه. راح ناخذ الملف هذا. احنا في الاستراتيجيه كنا وضعنا برنامج انه من الخمسه جويلية يكون فيه توزيع لاباس به على الاقل 7500 وحده سكنيه ستوزع في 5 جويلية. معظم المشاريع كي نشوفها يعني راهي في نسبة تقدم لاباس بها، غير انه الطرق والشبكات المختلفة ما كانش فيه متابعة جيدة. كل المشاريع اللي تفقدناها ولا كل الإشكالية اللي موجودة في ولاية قالما راح تخص حقيقة لي في ار دي. راح نمد الملف هذا يعني أهمية كبيرة باش تلتحق ولاية قالما بالولايات الأخرى في عيد الخمسة جويلية إن شاء الله، باش نقوم بتوزيع حصة معتبرة من السكنات. كانت فيه انه يعني في صيغه لاديال يعني صيغه اللي متابعه من طرف معظم المواطنين ولايه قالما انه فيه تاخر، ما قمناش بتسليم يعني تعتبر واحده من اواخر الولايات اللي ما قمناش فيها تسليمات. اليوم راح نقوم بتسليم 700 وحده سكنيه. نفتح سنه 2022 بهذا العدد تاع السكنات، وان شاء الله في 5 جويلية راح نكون في الموعد ونحقق نسبة كبيرة من سكنات عدل. نطمئن يعني اترافير فو المكتتبين تاع 1100 وحدة سكنية اللي زرناها، انه ان شاء الله راح نعمل المجهود باش نصل عند الوعود نتاعنا ان شاء الله. شكرا بارك الله فيك.